الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أذكر بعض المسائل المهمة، نفتح فرصة للمداخلات والأسئلة والنقاش، فرصة مفتوحة للأسئلة، حتى لو كان إنسان ما كان عنده اعتراض، كان عنده إضافة، فالفرصة مفتوحة، يعني فرصة مفتوحة للأسئلة أو المداخلات أو النقاش. طيب، المسألة التي تكلم عنها إخواننا، أنا أريد أن أؤكد فقط على نقاط، وقد ذكروا أن السبيل الأول والأعظم إلى رجوع ما سلب من ديار المسلمين وأموالهم وكرامتهم هو أن يرجع المسلمون وأن يراجعوا دينهم، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا 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 يخرجه أو قال لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا هو الحل، وأعظم ما في الدين هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وبذلك يعني تتيسر الأمور، وبذلك يقوى المسلمون، وبذلك يعني تنتشر البركات والرحمات على الأمة جميعها أو جميعها. بماذا؟ بتمسكهم بهذا الأمر العظيم الذي خلقوا من أجله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والإنسان يا أخواننا لو اقتنع إن القرآن حق، يقتنع بأن ما جاء به القرآن في طريقة إصلاح المجتمعات وفي طريقة النصرة وفي طريقة العزة، أن يقتنع وأن يؤمن بقلبه أن ما جاء في القرآن هو الحق. زي ما أنت بتتابع القرآن في الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة، تسمع للقرآن في طريقة إصلاح حياتك. فربنا لما يذكر الأنبياء كلهم، ربنا ذكرهم ليه؟ ليس من باب التسلية، وإنما لنستفيد العبر. ربنا قال: لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فبتلاقي انه كل الانبياء اول حاجه بيبدو بها التوحيد والعقيده، منه عليه السلام بدا بالعقيده، وان كانت هناك او هنالك مشاكل اخرى غير الشرك، بتلقى في مشاكل اخلاقيه زي اللواط في قوم لوط، بتلقى في مشاكل اقتصاديه زي ناس مدين قوم شعيب، بتلقى في ناس عندهم مشكلة الترف والترفه والمبالغة في الاستمتاع بالدنيا زي ناس عاد وثمود والتكبر وغيرهم من الأمم. الأنبياء ما أول حاجة بيتكلموا عنها المشاكل الأخلاقية، وإن كانت دي مشكلة. الأنبياء ما أول حاجة بيتكلموا عنه هي المشاكل المالية والاقتصادية، وإن كانت دي مشكلة. الأنبياء أول ما بيتكلموا في غيرها من الأمور المختلفة في جوانب الحياة وإن كانت مهمة، بيبدو بالعقيدة. وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما ذكرنا ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما في البخاري: أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا لقالوا والله نزني ونسرق ولا ندعها أبدا. شوف الكلام ده كيف. عائشة رضي الله عنها قالت ما أول حاجة نزلت الأحكام. عشان كده أنت بتلاحظ إنه الأحكام بتنزل على المؤمنين. عشان كده ربنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. ربنا قال شنو؟ طائفة من المؤمنين. فربنا بخاطب أهل الإيمان،
كذلك في الحدود ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ربنا بخاطب المؤمنين. فربنا ما نزل الأحكام إلا بعد أن استقر التوحيد في قلوب الناس. يعني الليلة لو جينا قلنا يا ناس القدس دارة تتحرر، طيب يلا يا مسلمين أي حكم شرعي نطبقه فينا؟ طوالب يمرقوا لك ثلاثة من العواليك من الأحزاب. ونحن مشكلتنا يا أخواننا مع الأحزاب ولا الصوفية ما مشكلة شخصية، الناس لابد تفهم الموضوع ده، إنه ما مشكلة بتاعت كأس، إحنا ما لاعبين في كأس، ولا نحن عندنا مشاكل في أراضي أو كده، أو عندنا معهم مشاكل في عرق أو في لون، لا ما عندنا معهم مشكلة في دي، مشكلتنا معهم في الدين، نازل لخبة الدين فوق تحت، طنبجة لما أنت تحير أنت ذاته. يا غزول في الورقة بتاعت الرسم ما بيرضى ولا يدعو له قلم ساكت، يقول لك القلم يدعو له برا، طب هذا مش ممكن يقدر لك الورقة ويشيلوك فوق كم درجة، صح ولا ما صح؟ ديل الدين الله النغي لخبته كله. شفت الورقة دي جدعاه بيتحق وبيقوا طالعين فيها بكرعين وبيرسموا في الطرابيزة والأستاذ بيقى شغال للطالب، الشغلة بيقى جايط. أنا دار أقرب لك الفهم إنه الناس ديل بهدلوا الشغلة كلها، من الذين بهدلوا الأخوان المسلمين. تعال بالبكوركو بالقدس ده مقطع لواحد اسمه القرضاوي بيتكلم عن اليهود، وده نفسهم الأخوان المسلمين اللي بيقول لك خيبر خيبر يا يهود جيش موجود هنا ممكن أشغله لك، قال لك جد على الغام والأقلام والمرسم والقراية كلها تخليها وتلبس لك حزام ناسف في نصك تمشي تتفجر. ديل الأخوان المسلمين قالوا ده الحل كده، وهم وين؟ هم وين؟ هم نايمين ومرطبين. وأولادهم وين؟ أولادهم في تركيا بيلعبوا في الكورة ويركبوا في الحصين فهمت، ويمشي الصعلقوا وياخذوا الدكتوراه، وانت تكون مشرد ولابس في الألغام ومصرانك في حتة وكراعك في حتة ورطوك العوالق دي فهمت كده. خليني أنا أسمعك الحل بتاع الأخوان المسلمين، ودي الناس المكتبة العلمية لأنه عبد الحي يوسف مشى للقرضاوي ومصور معه في المكتبة حقته قاعد موثق كله موجود، وقاعدين معه هو وعصام أحمد البشير وعبد الحي يوسف كلهم قاعدين مع القرضاوي في الانتخابات الإسرائيلية. الرئيس الإسرائيلي لما فاز بنسبة كم 70% قال نعم أنا ده في خطبة الجمعة، نعم أنا ده القرضاوي أنا أحيي إسرائيل في انتخاباتها النزيهة. تخيل زول بحي إسرائيل كويس، قال ليس قال كالتسعات الموجودة عندنا 99 و99، قال لو أن الله عرض نفسه لما نال تلك النسبة. وبعدها يقول لك القدس، ونحن بنكورك يا ناس القدس دي ما لها معانا، القدس دي ما لها ما دارت تجي كل ما نمشي على القدس ترجع ورا. الحاصل شنو؟ الحاصل الجماعات تفرق، والجماعات دي مش مشكلتها إنه في يافتة وفي جماعة قعدوا بيجاي زي الكافتريات وفي يافتة وقعدت، لا مشكلتها مناهج عملت مناهج حورت الإسلام إلى غير دين الإسلام الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام ده واحد، متى ما غيرت منه حرف واحد فهذا ليس بالإسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا شنو؟ صراطي مستقيما، أضاف إليه هذا الطريق المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإسلام ما فيه جماعات، لابد الناس تفهم النقطة دي يا أخوانا. الدين ما فيه تفرقة، نحن بيجاي جبهجية وديل بيجاي صوفية وديل بيجاي سمانية وديل بيجاي شيوعية وديل بيجاي بعثية وديل بيجاي قومية وديل بيجاي ناصرية وديل اتحاديين وديل حزب أمة وديل حزب مؤتمر الطلاب المستقلين والجبهة الديمقراطية والقوى التقدمية الجديدة، دي كل أحزاب قاعدة في السودان. تعرف الانتخابات الفاتت في الجريدة في السودان براو في 108 حزب، شنو كده الديمقراطي؟ حزب الأمة براو 5، حزب الأمة الفريق القومي، حزب الأمة القيادة الجماعية، أنا ما أعرف الفريق شنو يعني، اللفظ ده مش مدلول واحد، الألفاظ المختلفة دي، القيادة الجماعية، حزب الأمة الفيدرالي، حزب الأمة جناح مسار، حزب الأمة ما أعرف ليك شنو، حزب الأمة كتار كتار، فرقوا يتفرقوا. وربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا، كلنا نتمسك بالكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالأحزاب دي أخواننا شايفين الأحزاب دي هي السبب في إنه الخيرات تضيع مننا والمناهج ما تمشي لقدام. كذا نسمعك القرضاوي ده. كلكم من تراب، فما أنا هذا لا يزف ولسنا حرب هناك لليهودية. نحن نرى أن اليهودية أقرب إلينا من المسيحية. الديانة اليهودية كديانة أقرب إلى الدين الإسلامي من المسيحية. كويس، شوف زوج زي ده، ده معقول يحرر فلسطين؟ ده في قلبه كده كده. خليك من يحررها، في قلبه مقتنع انه مفروض نحررها، مفروض نحررها. خليك من انه يمشي يحرر. والايات واضحه، ربنا قال لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. عشان كده واحد اسمه محمود عيادي عبد الحليم، ده صاحب كتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ، وده من تلاميذ حسن البنا المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين اللي منها الحركات الموجودة دي اللي بتسمي نفسها إسلامية، كلهم مرقوا من جدادة واحدة، دي بس بيضة بيجاي ودي بيضة بيجاي وكده، فهمت؟ فكلهم جدادتهم أمم واحدة الإخوان المسلمين. فده قال في الصفحة رقم 409 جاب خطاب كلام لحسن البنا وفي مجتمع كان فوقه مجموعة من اليهود والنصارى وكده. قال: وبهذا الصدد أقرر أن مشكلتنا لليهود ليست دينية. ده حسن البنا ذات المؤسس. جماعة بقول لك حسن البنا ترم ده لعلمنا فقه السنة، مش هو ده هو علمهم الباطل ده. هو ساكت ما علمهم أي حاجة. علمكم شنو؟ علمكم شنو؟ ديل الإخوان المسلمين عشان ما تيجي يكورك لك الاخوان المسلمين وماذا فعلتم وماذا فعلت السعوديه. انتم مقتنعين انه اسرائيل مشكلتكم معاه ما دينيه. مشكله معاه في شنو؟ اذا كانت ما في دين، ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ديل ما كفر؟ فده كلام غريب. عشان كده اخواننا شوف انت اقتنع في قلبك اول حاجه، ودي زي ما بقولوا خطوة في الاتجاه الصحيح، إنه الدين والإسلام لا يقر الجماعات، وأن الجماعات هي عبارة عن تأخير للمسلمين بس، تاني ما في أي حاجة. عشان كده الأخوان المسلمين في مصر لما كان ماسك باراك أوباما 2011 لما مسكوا مرسي لما بقى الرئيس بتاع مصر اتفق معه باراك أوباما، بس يخش النت تلقى الكونغرس الامريكي زاري اوباما في مزال شنو؟ انه اديت الاخوان المسلمين 8 مليار دولار على اساس ان يتنازلوا من 40% من اراضي سيناء للفلسطينيين عشان اليهود يشيلوا قطاع غزه كامل. يا ناس ديل زي ما قال المثل ياكلوا الجداده ويبكوا مع الراعي، ناس ديل مجرمين وعندهم في الاجرام شهادات بتاع الدكتوراه. ناس مجارمه الاخوان المسلمين. عشان ما يغشوك وتلقاهم الآن يكوركو، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا في الساحة الخضراء، عشان يمرقك مظاهرة. يا زول الساحة الخضراء دي خيبر، أنت 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 أمير المؤمنين أنت، تزول عواليك ساي، أنزل تحت يا أخي، الله يديك زيح مننا بعيد، تزول مجرم من المجارمة، فهمت؟ ويغشك ولنخرج ويسقط ويسقط ويحرق العلم وينطط في العلم، استفادوا شنو؟ القماش ده قطعته من السفارة الأمريكية، اشتريته بقروشك قماش بتاع مسلمين وضربته لون ومشيت حركته، عملت شنو يعني؟ سفيه بس، ما عندك أي حاجة. ولذلك أخواننا ديل ما بينصروا دين، ما يغشوك، فهمت؟ فالسبيل الثاني إن أخواننا الجماعات دي تنتهي من المسلمين، وما شرط إنه كل الجماعات تبقى ما في مرة واحد أو الشريك ده خلاص نحن بنعمل اللي علينا، لكن ما شرطي عشان تقوم الخلافة إنه جت الناس كلهم 100% ولا نسبة خطأ صفري تكون ما فيش، انه الناس كلهم يكونوا على التوحيد والسنة وما في جماعات. نحن مش الكلام ده اقرار للجماعات، لكن بنقول لك اذا غلب الخير ربنا سبحانه وتعالى يرفع الناس. السعودية ما فيها عواليك؟ سعودية ما فيها؟ فيها ناس سلمان العودة وسفر الحوالي وعايض القرني والعريفي وفيها امين مغامسي ومجموعة مجموعة من الضلال الذين رد عليهم العلماء.
وعندهم انحرافات واضحة عن دين الإسلام الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. عرفته؟ وده الناس المرقوا الناس العريفي مشى في مصر وقد اجتمع طبعا ده الأخوان المسلمين دائما بيجيب لك زي ما بقولوا الخطاب التجيشي. تعرف الخطاب التجيشي؟ بتكون انت قاعد كده وهو لما بيهز في راسه انت بتهز في راسك تحت، هو لما نعمل كده انت بتنط وتنزل تحت، ما بتكون شاعر بروحك ذاته. فهمت؟ بتكون طبعا ولا بد. وانه وبشار قال وقد افتى 40 عالما بوجوب الجهاد في سوريا، وهو طوالي ماشي يضق يلعب كوره هناك في سوريا او في تركيا. فهمت؟ والناس المساكين ماتوا، ناس مشردين وناس اولادهم ما في وفقدوا الى اخر مما ترون وتشاهدون في المسجد جنب بيتكم في السودان. ولا ما حصل شفته؟ ما حصل شفته سوري واقف لانه في نكبه عظيمه؟ ما حصل شفته؟ اي واحد فينا هنا ما حصل شاف شفته؟ سببه منه؟ سببه الاخوان المسلمين والجماعات المنحرفه دي. عشان كده شوف الجماعات دي بتقسم الامه، وهذه الجماعات هي صنيعه اعداء الدين. ما هو انا الليله كمسلمين هسه لو جبت اي شاب قلت له رايك شنو نمشي نغزو امريكا؟ يقول لك يا اخي عليك الله يا اسمع، يقول لك انت بتلفها بكم كرت. يقول لك يا زول ما لفيت، انا بسالك سؤال، نقدر نغزو امريكا؟ ما بنقدر. ايوه خلاص بس جاوب لي. طيب الكفار ده لما جو غزوا المسلمين طوالي جو غزوهم كده، انت عارف قال لك في بعض الروايات ما اعرف صحيحه ولا ضعيف، المهم نحدث بها من باب الاسرائيليات، قال لك الشاب زمان في اوروبا لما يكون عامل فوق الواد جادع كده وداري يتجدع للبيت الفاكلاح والبكانات، عرفتها؟ بيقول لها احبك باللغه العربيه، تخيل. وقال واحد من النصارى القسيسين وقف في مجمع كبير بيعظ في الناس، قال لهم الان انظروا الى اين صار الاوروبيون، صار ابناؤهم يقلدون ابناء العرب في لغتهم وفي مشيهم وفي طريقه كلامهم. الكلام ده طبعا بتحس انه تاع زول اللي بيتكلم ده ما نصيح يعني، يقول لك اي نصيح نصيح. طيب قدروا يفككوا الامه دي كيف؟ بالجماعات، بالجماعات فرتقوها كويس. جهاد ينتصب ضد اعضاء الاسلام، تجيك جماعه تقول لك لا هذا ليس من الجهاد وانما هذا امر سياسي، وانت ما تقتل روحك في المساله دي. كذا الامه 30% رجعوا، زي ما كان بيعمل عبد الله بن ابي بن سلول لما المسلمين خرجوا الى غزوه احد 1000 صحابي مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان الجيش 1000. عبد الله بن ابي بن سلول طوالي قال الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، طوالي قام رجع شنو؟ بثلث الجيش 300 نفر رجعوا مع عبد الله بن ابي بن سلول، فبقوا 700 نفر الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام. عرفتها؟ فلا بد يا اخواننا الناس تفهم، شوف الجماعات دي بتفرقك. الليله ادي يعني بحاجه بسيطه، مثلا في مؤسسه اللي بيقبل فوقها منتمي لحزب معين، باقي لك انت لو جيت حزب ثاني بيقبلك، مثلا مؤتمر شعبي وانا زول سلفي وتخرجت وبشهاده والشغله كلها اي بلس، عرفت؟ والديجري بتاعي فوق للثلاثه، لما الشهاده ما قادر اتمي ذاته، شهاده ملانه مش تمشي، يقول لك يقول لك ايوه هذا كان بيطعم في الشيخ حسن، يقول لك انت تجيب له اي حاجه ممكن يطلعك بالسفنجه بس، يقول لك انت لابس سفنجه ما تخش معانا. عرفت؟ انا دار اصليك لنقطه معينه، انه يا اخواننا الجماعات دي بتفرق الناس، والله الجماعات دي ما جاءت بيوم خير قط. شوف المسلمين الخوارج اول، شوف الفتوحات الاسلاميه بدت في عهد ابو بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عثمان رضي الله عنه، طوالي اليهود والنصارى لما شافوا الشغله دي كده قالوا هو الشغله دي كده ما بتمشي لقدام، طوالي زرعوا عبد الله بن سبأ اليهودي. حتى بعض العلماء لعله ابن الجوزي او غيره او السيوطي قال واحد من اليهود جاء للمسلمين قال لهم احذروا هذا لا يفسد عليكم دينكم كما افسد ابوه علينا ديننا. ده اليهودي، تخيل يهودي قال لهم الزول ده اوعى منه. دعا شنو؟ قام دعا الى محبه اهل البيت. هل ده موضوع ضروري يعني؟ ده موضوع ضروري. هل ما كان موجود؟ كان موجود. طيب الداعي له شنو؟ عشان يفرق الناس، عشان يجيك بيئة نظام. اها اهل البيت كيف؟ نحبهم، بتحبهم؟ اي امرق معانا، زي الصوفيه الليله، انت بتحب الرسول؟ اي راح معانا المولد.
يا ناس الرسول ما عمله. أيوه أنت وهابي أصل شفته يقول لك يا أبيض يا أسود، يقول لك ما دارين معك شغلة في النص. دي تفريقة الأمة ذات، تفريقة الأمة كده. دي عبد الله بن سبا اليهودي كويس، وأحدث الفتن بين المسلمين حتى وقع بعض القتال بين المسلمين. طوالي ملك الروم سمع إنه في قتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، طوالي قام قال أرسل إلى معاوية قال له أنا برسل لك جيش ينصرك. قام معاوية طوالي رضي الله عنه قال له هذا ابن عمي، وما وهذا شجر بيني وبينه، فما دخلك أنت؟ قال فإن كففت وإلا أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. قال أوعى تخش بيناتنا. طيب السبب في الموضوع ده منه؟ السبب الجماعة في النص الخوارج. بدل الناس يقتلوا المسلمين مرقوا الخوارج بقوا في النص. ها قالوا الصحابة دي جت كفار، تخيل ناس قالوا الصحابة كلهم كفار، والناس دي عشان انت ما تتغشى. قول لك يا أخي معقول يا أخي يتكلم في عبد الحي يوسف يا أخي؟ ما بتجي يا أخي، زول ده زول عنده خطابة وعنده أسلوب وجامعه كبير وملام مكيفات وعنده عنده في رمضان، عنده في رمضان يقول لك اعتكاف كويس والموية شغالة وفي جداد والناس دي تعبانة، انت مالك مع الزول؟ هل قال لك الخوارج الأوائل ما كان عندهم الأمور دي؟ الخوارج دي ابن عباس لما مشى يناظرهم قال لما خشيت المعسكر بتاعهم كأنه دوي النحل من قراءة القرآن، تخش كده زي النحل ده قرآن، بس قرآن قراية صح، والواحد الجبهة بتاعته دي كأنها ركب المعزة من كثرة السجود. شوف الكلام ده كيف مطبقين السنة وصلاة وقراءة، عرفت؟ بعدين لكن فاهمين الدين غلط ومنهجهم ده منهج باطل ومنحرف. واحد من أهل العراق ها أو اثنين من الخوارج جو ماشيين قالوا دارين يغزوا لهم محلة، بعدين في البستان اللي يقول لهم تمرة جاء وقعت برا البستان من الشجرة جوا بستان وقعت برا، قام شاله وسأل أخوه دار يأكله، وقال لي يا زول كيف تأكل حق الناس؟ ها تأكل حق الناس كيف وهم ماشيين يقتلوا لهم مسلمين؟ عشان كده ذاك لما جاء ابن عمر قال لما سألوا عن دم البعوضة قال لهم ويحكم يا أهل العراق تقتلون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم بعوضة؟ في ناس كده عندهم فقه زي ده، عندهم فقه زي ده، زول بيعمل في الكبائر كلها وبيسأل من مسألة زي دي عشان تعرف التشدد بتاع الخوارج. واحد من الخوارج لموا لهم في غافلة، من أخبار الخوارج لموا لهم في غافلة الناس ماشيين الحج، واحد قال لهم والله إلا تخلونا أنا أتكلم معهم، قال لي أنتم مسلمين ولا كفار؟ طبعا لو قلت لهم مسلمين بيقول أنت كات أنت مسلم وعارف الدين وارتديت وبيقطع رقبتك. قام قال له كافر، قال له كافر هاي خلاص نحن بنقتلك. قال له طيب ما تسمع القرآن؟ ربنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بعدين قال له ثم أبلغه مأمنة، تقوم تقدمه لغاية المحل البيئة من فوقه، مشوا قدموا الغافلة الخوارج ذاته لغاية ما حصلوه. شوف البلادة والفهم ده، نفس الهوس بتاع ناس داعش وغيرهم من الخوارج والمجارمة والهوس بتاع الأخوان المسلمين. ولذلك أخواننا الإنسان ما يكون زول راسه خفيف، عرفتها؟ وإنسان بيتخدع بأي زول قال الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال طوالي تمشي معه، لا، لابد تعرف منهجه أول. كما قال ابن سيرين في صحيح مسلم قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يزول بتجري له تتعلم منه دين، لأنه بورطك. ما تقول لا أنا بميز الحق من الباطل وانت ما بتعرف الواو الذكر، بتتورط والله يدخل فيك شبهة تمشي تقتل أبوك وأمك. تقال الخوارج اللي بيقتلوا أبوهم وأمهم ديل كيف ما كان طالب زي، وفي بعضهم كانوا طلبة زيك وشالوا التي سكوير دي، انت أظن قبل تخش تمتحن سنة تامنة، قبل تخش سابعة ذاته ناس كانوا في الجامعة دي وكذا، وناس ظريفين جدا وعندهم ريحة وبيتنظفوا، انت ما تتخيل الناس اللي عندهم قرون بالمناسبة. لكن زول ركب له فهم خلاه يضبح أبوه ذاته، فهم بس يديه آيات. أبوك ده في الدولة دي هاي بيرى الحكام كفار ما بيراهم،
لأنهم قاعدين يصلوا وغاموا فينا الصلاة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لا أيوة معناه أبوك ذا كافر، ها؟ لأنه في حكم الطاغوت، ومن كان في حكم الطاغوت فهو حلال الدم والمال وأي حاجة، تمام؟ يا أخي الخوارج ديل لو عندهم دين، القاعدين هسي ديل العلماء زي ما قال الشيخ الفوزان، قال الخوارج بتاعين زمان عندهم خشية أكثر من ديل، ديل فسقة فسقة ديل، القاعدين هسي ديل ناس أسامة بن لادن ومين الفقيه وأيمن الظواهري، ديل كلهم فسقة ومجارمة وسخين، فهمت؟ داك في رمضان القبل الفات في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، الباب بتاع المسجد النبوي أظنه رقم 36 ولا كم، والعساكر ضيفوا شافوا الأذان شغال إفطار رمضان، قال له تعال اقعد عشان يأكل يملأ كرشة التي لا تستحق إلا الشوك، كان فهمت الميم ربنا حسيبه. المهم مشى فجر العساكر ديل، ليه؟ لأنه ما لقى طريقة يخش جوا، لو خش جوا يتخيل بني آدم دار يفجر في المسجد النبوي، ده كذا أغنعني بالمعادلات كويس، أغنعني بمعمل بكيمياء بأي فهم أغنعني إنه ده عنده علاقة بالإسلام، ده منو مرقوا من وين؟ شيوخهم منو؟ منهجهم شنو؟ ده الناس عبد الحي يوسف، ده الناس المكتبة العلمية اللي بيجاي ديل، ونحن بنتحداهم في مناظرة. الغريبة إنه التنظيمات والأحزاب الموجودة دي أي واحد فوقه عنده منهج منحرف بيدسه، لما تجي تفضحه يقول لك ده شتمونا، وهؤلاء الشباب ما تركوا أحدا إلا تكلموا فيه. سؤال، تكلمنا فيك بالحق ولا بالباطل؟ تكلمنا فيك من كتبك وأعمالك ولا تكلمنا فيك بشيء أنت ما عملته ولا كتبته ولا بتعتقده؟ ها؟ فده يا أخواننا ده أخرنا، ولا ترجع القدس ولا يرجع للمسلمين عز إلا بالرجوع إلى الدين. طيب لعله الزمن ضايق نجاب عن بعض الأسئلة. قال عذرا رئيس الدولة الحاكم هو من شنو كده ما عارف الجماعات والأحزاب، يعني كأنه السؤال بيقول لك إنه هو اللي بينشر الكلام ده، هو لكن ما جراك من أضانك قال لك خش، عرفته؟ نحن من منهجنا إنه الحاكم ما نطعن فوقه، لكن ما جر زول قال له خش جماعة، ونحن الدليل بتاعنا الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء تعملوا شنو؟ فردوه إلى الله والرسول. فالمرجع ليس حاكم، وليس المرجع أمير ولا شيخ ولا كذا ولا كذا، وإنما المرجع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل كل أفعال الصوفية كفر أم منها خير؟ وثانيا من أنتم؟ كويس، أفعال الصوفية هذه لها مسطرة موجودة، أفعال دي موجودة، فنحن بننظر للفعل مع الدليل، فإن كان فعلهم الطواف بالقبور أو كان فعلهم دعاء غير الله أو كان فعلهم يعني الذبح لغير الله أو غير من الأفعال الشركية والكفرية، فبنقول الفعل ده كفر، بنقول الفعل ده كفر. وبعض الأفعال قد تكون من باب البدع، زي عمل المولد، مش اللي بيحصل فوقه، عمل المولد عموما من حيث هو بدعة، لكن بعد ذلك بتحصل شركيات وضلالات إلى آخر، عرفتها؟ الفاتحة بعد الصلاة بدعة، فهمت؟ لكن بعد ذاك إذا بقى ينادي جوا الفاتحة دي بقى ينادي فكي ولا غيره، ده بيبقى شرك وكفر. طيب من أنتم؟ نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا عندنا جماعة ولا حزب ولا عندنا طريقة ولا عندنا تسجيلات. الليلة أي جماعة بتكون عاملة شنو؟ تكون عاملة تسجيلات، افتح لك تسجيلات كويس، ويتصيدوا الناس. نحن دارين نبلغ للناس معلومة، المعلومة دي تبلغ بها أنت وتبقى لك منهج ونبراس تضي لك طريقك وتنصح بها الناس، وربنا سبحانه وتعالى ينقذ بها الأمة عما هي واقعة فيه من الضلال والباطل، عرفتها؟ لكن ما عندنا جماعة ولا بنحزب الناس ولا نحن نازلين انتخابات، إن شاء الله ما حتلقانا يوم من الأيام نازلين رمز الفانوس ولا رمز العنقريب، والله جد هو الساكت زول من زول نازل انتخابات برمز العنقريب، قلت لهم ده كان مسكة ما بيرقد في عنقريب، وده ها ده هو الساكت يا أخي، رشحوني مرشحكم رمز العصاية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه،
وأبو موسى الأشعري في البخاري جال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو يتهوع من السواك، يعني مبالغة في شدة التنظف والتنزه عليه الصلاة والسلام. وجاءوا معه اثنين من الصحابة من قومه الأشعريين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى نظر المغضب، قال يا رسول الله والله ما علمت ما قالوا حتى قالوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان، بين في كثير من الأحاديث، إذا طلب الخلافة والإمارة والحكم فإنه لا يعان ولا يسدد عليه، أما إذا جاءته في مكانه وكان أهلا لذلك فإنه لا يزال ملك من الله يسدده. ده الإسلام كذا، ما بيدعوك إنك تحرص على الدنيا، لكن تلقاهم بيجاي واووك والزيت والبتاع، دارين شنو؟ السنوسي داك بتاع حزب المؤتمر الشعبي، بتاع حزب الوطني، بتاع حزب الأمة، بتاع الحزب الشيوعي، كلهم دارين شنو؟ دارين السلطة دي. واحد داير يركب السلطة وما همه إنه الشعب ده يصل لوين، ما همه. عشان كده مشاكلهم كلها الثروة والسلطة، وقالوا عام مننا ودونا لا إن شاء الله تاكل السم، ما يدوك أي حاجة. ده ما الموضوع يا ناس، الموضوع الدين. إحنا دارين الدين ده ينصلح، فإذا انصلح دين الناس انصلحت حياة الناس. طيب، هنالك من يطعن في دعوتكم وكذا، ده لا يسوى أن يرد عليه. هل يطعن؟ أي زول دار يطعن حباب والف، بقيت دكتور، بقيت فوق الشجرة دي، عمتك بقت عمة لحد العنان، لحد السحاب، فهمت؟ ودار تناقشنا في منهجنا ده وقتنا وفي كده، حبابك ألف، حبابك مليار. أي زول دار يناقشنا حبابه ألف، بقيت دكتور، بقيت غيره، بقيت غيره، حبابك ألف، تعال ناقشنا. احنا منهجنا الكتاب والسنة، ونحن في النهاية ما معصومين، أنا كفلان قد أخطئ، وإذا أخطأنا نتوب، لأنه ده الإسلام كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونحن بندعو الناس إن الناس يرجعوا، فنحن أولى بهذا الكلام، إنه الإنسان إذا قال باطل يرجع ويتوب. لكن زل بيجي طعن ولك هؤلاء الشباب دعوتهم فرقت الناس، والنازل جنهم مشاكل ويحبون المشاكل. هنا أخوانا حصل جيناكم شنا لنا زي ما بقولوا شنو بتاعت رفع الأزغال دي، ولا حصل جينا لناس هنا بتاتشرات ولا حاجة. يقول للناس قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والناس بيشتمونا وبينبزونا، بعد مرات بتدور عكاكيز وكده وبناكلها في الله وبنتخارج، لأنه نحن حريصين على الناس، حريصين. أنت قال الموضوع ده هو الشغلة، لو كان هي شغلة بتاعت مشاكل أنت ود الحلال ما بتقدر تنتقدنا ذاته، والله ما تنتقدنا، ولا أربط فيك حزام ناسف وأركب لك دائرة كهربية بيجاي وأديك مسكول بهزاز بس أشغلها لك، فهمت؟ لا أنت يلقوك للدال بتاعتك. لكن ده ما منهجنا يا ناس، ده منهج باطل منحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فنحن بما وفقنا وعلمنا الله، ولا علماء ولا طلاب علم ولا أي حاجة، بس عرفنا آية وحديث بنقول لك، وأي عاطل وأي صاحب بدعة وباطل نحن ما بنخليه. أي الصادق المهدي التراب يخليه مات، السنوسي مين كده، الحاج ما الحاج، كلهم جيبوا الحيوان بتاع المؤتمر الشعبي ذاك منه عبد الرزاق ولا منه، كلهم جيبوا، فهمت؟ بنناقشهم كلهم بحول الله وقوته بالكتاب والسنة، لأن المنهج ده الطريقة دي التوحيد الاتباع، ما تخرج على الحكام، تحب الصحابة، تعتقد عقيدة تمام في ربنا سبحانه وتعالى، وإلى آخر تفاصيل المنهج دي معصومة. لكن أنا فلان وادعي الله ده ما معصوم. فالمنهج ده اللي هو الإسلام الصحيح نحن بنتحدى به ويزه، أي زول بنتحدى به. عشان كده الآن الأحزاب في الجامعة دي يومنا ده بقت تختار، أنت ما شفتها؟ الجماعة البيجاي ثلاثة ورابعهم كلبهم المؤتمر الشعبي، ما بيقدر يجي يخشين هنا، ما بيقدر يخش إلا يجيبوا لهم بنود بغادي يتكلموا معاهم، فهمت؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وكلهم ما بنرضاهم، فهمت؟ فما قادرين، كلهم ما قادرين، شيوعيين ما قادرين يخشوا، جبهجية ما قادرين يخشوا، مؤتمر شعبي ما قادرين يخشوا، فهمت؟ بيت الضلل بغادي ديك ما قادرين يخشوا، تقدر تخش؟ مكتبة علمية ما قادرين يخشوا، المطير ذاك ما قادر يجي يخش، ما بتقدر يا زول، لأنه ده المنهج الحق، مش لأنه نحن قويين، بكرة ذاتنا نحن لو اتلكلكنا برضو ما بنقدر نخش، انت قال الموضوع ما في فصاحة، موضوع في المنهج، صحة المنهج. ده كلام كثير، أنا أختم بآخر سؤال، قال أشرح لنا كيف القدس إهمالنا، ما سمعت قال، كيف القدس إهمالنا من حلايبنا، ما فهمت السؤال.
عرفت؟ ما فهمت السؤال، لكن نحن ذكرنا ما يكفي إن شاء الله في بيان السبيل الصحيح للعودة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وعشان ما يغشك واحد متخلف أو هو يقصد أن يتخلف، يقول لك ديل دارين يرجعوك للعصر ذاك وتتخلى من التقدم والأخذ بالحياة المادية، لا 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 ما في كلام زي ده. تكون تمام وحشش واتغي الله والبس وتجيه، فهمت؟ واركب أوباما ومن الأوباما نط في الطيارة وأي حاجة، فهمت؟ جيه دنيتك دي تمام ما فيها مشكلة، لكن تطبق الدين في روحك. ده خلاصة كلامنا، ده كله الركن ده كله بدور في الموضوع ده، فهمت؟ دار تطلع القمر حبابك، فهمت؟ ونجي نودعك ونقول لك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذا ركبت الدابة اللي بتوصلك للقمر تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهمت؟ مشيت تقرأ مشيت غيره، تكون في الأذكار، تكون في حياتك، تكون في عبادتك، في توحيدك، تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما تلبس كيف فيما لا يخالف الشريعة، فهمت؟ تركب كيف، تأكل كيف، تبني كيف، أمور الدنيا دي ما فيها مشكلة يا ناس، زول يتقوى وكده، فدي ما في مشكلة. عشان ما يغشك يقول لك ديل ما بيأكلوا الرجلة، لأن الرجلة مكونة من عدس وهو مذكر والرجلة وهي مؤنث، وإذا كناهم بيحصل اختلاط. وده هو الساي كذب ساكت، والله يا الأحزاب دي ما عندها غير النكات. تاني في حاجة ما بيقدر يقول لك ما بعايل للساعة واحدة، فهمت؟ لقاها واحدة قام غض بصره، ما بعايل لا من واحدة إلا ربع. ها تاني في موضوع عندك حاجة غيرها؟ هذا هو الساي يا ناس. بعدين الساعة واحدة في الجامعة دي في برنامج المحاضرات تبدأ من 12 إلى 2، صح ولا ما صح؟ في الغالب، فهمت؟ والمعامل والشغلة كلها بتنتهي قبل واحدة، ما بدأ عايل لي واحدة ذاته، أكون ركز في المعمل ما تعايل لي واحدة، فهمت؟ هو الساكت، ما في زول عنده انتقاد نجيض علمي كده، انتقاد علمي كده ينتقدك به وما في، بس اللي يحكي له نكتتين وكده ويجوا معاهم بنات عشان لما يمرق برا يخلطها يقول لها كيف ما عجبتك؟ بالله تكلمت أنا في الحكومة يا سوزان، فهمت؟ سوزان تقطع عليك كور عينك، يا بليد يا متخلف، يا ناس والله والله الناس مشدة ما ناس ضروا المسلمين يا اخي، ما ممكن ده ما ممكن يكون مستوى طلبه يا ناس، ما ممكن يكون مستوى بتاع طلبه ناس بيجوا يشتغلوا زي ديل، فهمت؟ او تلقاهم بيجي جمعيات، حتى الجمعيات القاعده في الجامعه دي وغيرها من الجامعات. ها يا اخي مره مشينا الغربي في الجامعه دي ذاتها عاملين، قال في الاسبوع الثقافي قال عاملين الفولكلور الشعبي، فولكلور معناه شنو؟ معناه العادات السودانيه يعني، مش قال الفولكلور ده جايبين فوقه عروس وعريس، طالب وطالب، وعاملين الشغلة كلها، فهمت؟ الدخلة إلا 10 دقائق، شت عاملين يا ناس، ده شنو داس؟ ده شنو ده؟ وبناتي زغرت وهوس يا ناس، الشغلة دي كده ما بتجي، هل إحنا بنتقدم بالطريقة دي؟ ولذلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أصلوا مع بعض، حبيت الدنيا دي زول تلقى برنامج من الصباح كورة، دل ما عنده حزب كورة، فهمت؟ وفنانات وفنانين وأغاني وبلاوي بتاع، فهمت؟ بعدك حيصل شنو؟ حينسى الآخرة ويبعد من الآخرة، وإذا لقى زول بيذكره بالآخرة حيبعد منه بالتالي بالضرورة. ولذلك الواجب على الإنسان إن يا أخواننا مع أخذ بدينه، الدين يا أخواننا ما فيه تشدد. قبل الأخ المداخل قال إنه ده تشدد، ما فيه تشدد يا ناس، الدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الحاجة كان بيأكل الحلوى والعسل، تضرب الباسطة واللبن عشان تقدر تقرأ ذاته، تفاضل والتكامل ده ما ضربت له باسطة والله معادلة واحدة ما تحله، فهمت؟ أضرب وكل تمام، فهمت؟ واتغي الله وغض بصرك، فهمت؟ وما فيها مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاحك زوجته بعد تزوج، لكن هنا في زوجته، هنا في الجامعة دي في زوجته، تلقاهم قاعدين زي جوز البطارية، في زوجته هنا ما في أي زوجته يا ناس. بعد تزوج بعد ذاك أنت في بيتك في، فما في إشكال يا أخواننا، الدين ما فيه تشدد وإنما فيه تمسك. فده اللي بندعو له الناس، وإن شاء الله نواصل في المنابر القادمة. جزاكم الله خير، والسلام.